طيب حبايبي، اللي مجهز أسئلة وعنده استفسار عن أي حاجة يقولي. دكتور، هو انا مش ما عنديش سؤال سبيسيفيك معين، بس هو جنرالي احنا دلوقتي كل الانفو اللي موجوده هي حاجات جنرال، تمام؟ يعني مش حاجات سبيسيفيك. يعني مثلا كنا بنتكلم في معظم المحاضرات عن ال environmental hazards او الكلام ده كله. الحاجات دي مثلا هنتسال فيها ازاي؟ يعني ممكن اكزامبل مثلا لسؤال ممكن يجي لنا ازاي؟ هي الأسئلة انتوا عارفين بتاعتكم بتبقى كلها MCQ و cases، مش هتبقى تبقى في الأوكيبيشن. يعني مثلا ممكن تجي لك case injury مثلا تعمل فيها ايه investigation، case على مثلا work related stress مثلا تتعامل معاها ازاي. ال environment مش هيجي فيها cases. ال environment تبقى أسئلة بالظبط زي اللي جاية في ال presentations بتاعتكم. definition مثلا بتاع حاجة، يجيب لك كذا ديفينيشن بتاع حاجات، يقول لك ده ديفينيشن بتاع انهي فيهم. السايكل بتاعت حاجه معينه يقول لك الخطوات بتاعتها، يبقى في خطوه غلط مثلا انت تختار. بس حاجات زي كده هتبقى سهله يعني، كلها ما تقلقوش يعني. مش هتبقى في اي حاجه لف يعني، لو احنا سمعنا مره وبصينا على المحاضره مرتين كده هتعرفوا تعملوا. في جزء معين مثلا صعب عليكم او كده، حاجه صعبه جدا ما عرفتوش تفهموها او ما كانتش واضحه، محاضره معينه او حاجه. ما اظنش يا دكتور، هو بالنسبه لي في الجزء بتاع محاضرات حضرتك كل حاجه تمام. يعني وأعتقد في جزء مش عارفة في حاجة هتتلغي عندكم ولا لأ. أنا هبقى أرجع لدكتور أحمد أشوف كده إذا كان في حاجة هتتلغي عندكم ولا لأ. بس لو في حاجة أنتوا شايفينها صعبة جدا تقيلة جدا مش عارفين تلقطوها عرفوني. دكتور لو سمحت، بالنسبة للإيمونيزيشن الأوكيبيشنال، سامعني؟ يا حبيبي سامعك، اتفضل. في الإيمونيزيشن في جداول كتير كده، مش عارف هو مقصود منه حاجة معينة مثلا نعرفها، ولا كل الديتيلز الموجودة ممكن نمر عليها يعني. في دوز وحاجات تانية وصخور والكلام ده، أعتقد إحنا أخدناها بكده. الراديشن عمرو، انت بتقول الراديشن ولا بتقول ايه؟ immunization immunization. انا شرحت immunization، انا ما شرحتهاش دي. دي الدكتور مين كان، دكتور احمد ولا دكتور يسرى؟ مش عارف. لو انتوا عندكم اسئله سبيسيفيك مش عارف اصلا شرح. لو عندكم اسئله سبيسيفيك في حاجات انا ما قلتهاش، احد بس يبعتها لي مكتوبه على الواتس واتساب وانا هبعتها للدكتور اللي شرح، وقولوا لي مين الدكتور اللي شرح وهو يبعت لي رد ابعته لكم. ما اقدرش ارد، انما في اللي انا قلته اسالوني عليه. لو في حاجه تانية اكتبوها لي بس عشان ما انساش، وبعتها لي على الواتساب انا بعتها واقول لكم. دكتور معلش، هو الامتحان كام سؤال والبراكتيكال برضو كام سؤال؟
الامتحان هيبقى تقريبا 21 سؤال، منهم 17 يعني more or less درجة زي درجة نظري، غالبا في الرينج كده على ما أذكر، يعني هيبقى 17 سؤال نظري، وهيبقى فيه كيس واحدة بس عليها 4 درجات أو حاجة. زي ما قلت لك كده، زي ما قلت لك كده بالظبط، هتبقى occupational mainly بالظبط زي اللي احنا شرحناه، مثلا injury مثلا في الشغل، accident، وازاي تعمل investigation، او work related stress، هتبقى حاجة شبه كده يعني، غالبا هتبقى واحدة من دول يعني. اه يعني كله من السلايدز البراكتيكال والثيري الاثنين. اه يا حبايبي، اه هي هتبقى غالبا حاجة من اللي انا قلتها لكم، لان اللي قلتها لكم دول غالب هي كيس فيه دكتور معلش، براكتيكال بالظبط هتبقى بس ازاي؟ يعني هتلاقوا الاسئلة بتاعة الكيس من الحاجات اللي موجودة. نعم حبيبي، هتبقى كيس واحدة وعليها أسئلة؟ اه ان شاء الله تبقى كيس واحدة، اه كيس واحدة عليها السؤال، اسئلة كام سؤال كده، هيبقى تقريبا 4 درجات، هتبقى حاجة زي ما بقول لكم كده، هتبقى mainly occupation مش environment، وهتبقى يعني هتبقى injury مثلا او work related stress. انا عايز اسمع رايكم بس في التخصص نفسه، occupational environment ده شايفينه عامل ازاي بالامانه يعني. والله يا دكتور هو تخصص لطيف برضه، يعني مع ان انا قبل كده انا عن نفسي عمري ما فكرت في حاجة زي كده، بس هو شكله يعني interesting برضه نوعا ما، او يمكن انا لو كنتش فكرت فيه قبل كده ما كنتش عارفة قوي ان في فعلا speciality كده. تمام، حد عنده رأي برضو على شايفينه عامل ازاي؟ انا مش سامع حاجه، هو انت حد فيكم بيتكلم؟ انا مش سامع، والنت عندي فيه مشكله ولا انتوا مش بتتكلموا؟ بتهيألي الدكتور مفيش حد بيتكلم. طب عموما هو انتوا اصل بالنسبه احنا لكم يعني اسمعوا كنا الحاجات فاكرين عموما ان احنا دي هتبقى مراجعة ان انا اكتر اللي من ان هي هتكلم، اسئلة. اه انا بس اللي هو هشرح كده كده يعني، لا من اللي جنرالي بتشرح. كأسئلة احنا ما عندناش اسئلة، او بالنسبة لي يعني. طيب هو احنا بالنسبه لنا، لان انا المحاضرات شرحها عربي وانجليش، وكنت بتكلم على راحتي جدا يعني، مش كاني بسجل حاجه هتفضل موجوده، فكنت يعني واخده بالي، كنت بتكلم براحتي كاننا في محاضره، فانتوا اسمعوها الكلام، بصوا على الورق معاكم مره، ولو حابين نعمل مره تانية تبقى انتوا سمعتوا المحاضرات كلها، ممكن يبقى في اسئله تبقى انتوا سمعتوا، بس لان انا لو شرحت هقول نفس اللي قلته في المحاضره ويمكن اقل، فمش يعني، فانتوا اسمعوها احسن، ولو حابين نعمل ميعاد تاني ابعتوا لي نظبط ميعاد تاني، مفيش مشاكل، بس عشان تبقى مفيدة يعني، تبقى انتوا سمعتوا بس الحاجات قبلها وبصيتوا كده على المحاضرة. خلاص تمام، شكرا.